والله انه الذي بنشوف ان المواطن فعلا عندهم اندفاع كبير وللمشاركه في دعم البنك بالمعنى هذا، مع انه قله الموارد الاقتصاديه ملموسه جدا عند المواطنين، والشعب اليمني بيعاني اساسا من الاقتصاد. اذا كان يعني بيعاني من الـ من الـ من, الـ من الاقتصاد نفسه من النقص وبيدعم البنك، هذا شعور كبير جدا. والله ان شاء الله كل واحد يعمل قدر الاستطاعه، واحد يتبرع ب1000، واحد يتبرع ب5، كل واحد قدر استطاعته ان شاء الله. وهذا يعتبر عمل وطني امام الله اولا ثم امام الوطن.